السلام عليكم أيها الشعب السوري الشريف. هنا بعض الأخبار عن في القدس العربي عن ردود أفعال متباينة في سوريا حول قصف جيش الإسلام لدمشق بوابل من الصواريخ. نريد أن تقرؤوها إن شاء الله يعني وتلاحظوها وتعرفوا أهمية ما يحدث في دمشق. والتاريخ هو القدس العربي فوليوم 26 Tuesday 27 January 2015 27 الثلاثاء 27 كانون الثاني 2015. يقول هنا: وبحسب ناشطين نجح قائد جيش الإسلام زهران علوش بإعلانه هذا في لفت أنظار قوات النظام إلى العاصمة ومحيطها. سامعين؟ في لفت أنظار قوات النظام إلى العاصمة ومحيطها واستنفار غير مسبوق بين صفوف قوات النظام ونشر تعزيزات كبيرة على أطراف العاصمة تحسبا لأي هجوم، كما اقتحم وبعملية خاطفة عدد من المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام مؤخرا على أطراف الغوطة كحوش الفارة وتل الصوان، وكبد قوات النظام هناك خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. يعني معركة دمشق والاهتمام بدمشق وإضعاف النظام من خلال دمشق، هذا يخفف الضغوط الكبيرة على بقية المدن والقرى السورية، وخاصة في القلمون وفي اللاذقية وفي حلب ودير الزور و و و إلى آخرهم. فيعني يبدو هنا قد يعني يحصل إضعاف كبير للنظام. وهنا تلاحظوا: وخلفت وراءها عددا كبيرا من الضحايا بين صفوف المدنيين، لكنها لم تحظى بمثل هذه الضجة التي رافقت هذه الحملة، والتي يرى كثيرون أنها حققت أهدافا عدة لجيش الإسلام لن تظهر إلا على المدى البعيد. يعني الآن زهران علوش يحاول أن ينبه للسعودية والملك سلمان ووزير دفاعه ووزير داخليته محمد بن نايف أنه اهتموا في سوريا واهتموا في إضعاف بشار واهتموا في تلقين بشار الأسد درسا وتلقين إيران درسا عن طريق يعني زهران علوش وقواته. وأن أظن أن القرار السعودي في السماح لزهران علوش أنه قرار سديد الآن في السماح له بأنه يتحركش بدمشق وإضعاف بشار في دمشق، لأن الملك سلمان لا يحب إيران ولا يحب توسع إيران في اليمن ولا توسع إيران في سوريا والعراق، ولا يحب يعني أن تقوى أجنحة حزب الله في سوريا. كما ترون هنا أن يعني حزب الله محتل دمشق، دمشق ضاحية حزب الله الجنوبية في عهد الأسد وعيون الحزب على ريفها الشمالي، فإمبراطورية حزب الله في دمشق. يعني هذه أمور يعني تزعج الملك سلمان في السعودية وتزعج وزير دفاعه وتزعج وزير داخليته. فالتغييرات في السعودية الآن سوف تخيف بشار، ويريد أن يفهم بشار أن يعني الثقل في دمشق ونصر الله والحرس الثوري الإيراني ممكن أن يتكبد خسائر كثيرة في دمشق. فالملك سلمان يريد أن يفهم إيران أن الحرس الثوري الإيراني سوف يتكبد خسائر كثيرة في دمشق وأيضا في اللاذقية. فهذا يعني تخطيط استراتيجي يبدو بعض المعارضة شغال عليه، صواريخ جيش الإسلام على اللاذقية السورية. فيقال أن أيضا هناك تقريبا 12 لواء في منطقة 86 هنا، وإطلاق عدد كبير من الصواريخ على مناطق تمركز النظام الأساسية في دمشق كالمربع الأمني في كفرسوسي وحي المالكي ومشفى تشرين والمزة 86، حيث يقتل غالبية مؤيدي النظام وشبيحته، وهو ما أدى إلى مقتل أعداد من قوات النظام وسقوط عدد من الضحايا بين صفوف المدنيين. الحقيقة أغلبية المدنيين الذين سقطوا هناك هم يعني حول دوار السيارة وفوق دوار السرايا وفوق النفق تحت المزة، يعني وضايق كثير من المخابرات السورية. وأيضا يقال أن هناك 12-13 لواء قتلوا
وتقريبا شيء 15 او 17 عقيد ايضا قتلوا بين قتيل وجريح، فخسائر يعني كبيره جدا للنظام فقط في هذه التحركش البسيط في دمشق. فارجو ايها المعارضه يعني والثوار ان تنتبهوا الى اهميه دمشق يعني واضعاف بشار في دمشق، وخاصه في منطقه المزي 86 والمالكي والمربع الامني في كفر سوسي. فارجو ان تتكلموا مع السعوديه ومع اوباما، وان اذا اردتم ان تجلبوا بشار الاسد الى المفاوضات يجب اضعافه في دمشق، والا بشار الاسد لن يجلس في المفاوضات والنظام لن يجلس في المفاوضات حتى تضعفوه في دمشق. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، وبارك الله في الثوره السوريه وفي تحرير سوريا، وان نجلب الديمقراطيه ويصير عندنا برلمان في سوريا، وكل سوري يعبر عن صوته من شتى الطوائف والفقير والغني. ونريد أن ننبه الطبقة البرجوازية السنية أن لا تساعد بشار بعد اليوم، ولا تعطيه 8 ملايين دولار في كل شهر وفي كل أسبوع، لأن هذا لن ينفع بعد الآن، ويعني بشار سوف يذهب. وحتى أن إيران تتآمر عليه وتريد أن تضع محمد نصيف أو العقيد سهيل حسن مكان بشار، يعني هناك تخطيط إيراني أمريكي أنه يعزل بشار ويضع مكانه محمد نصيف أو يضع مكانه العقيد سهيل حسن. والسلام عليكم أيها الشعب السوري، فأرجو الاستفادة من هذه المعلومات، وبارك الله في ثورتكم الشريفة.